هناك جوج ديال الوضعيات اللي كيقدر يجي فيها المريض للمصحه. كاين الوضعيه ديال المستعجلات، يعني انسان جا في واحد الوضعيه حرجه، وهنا كنتحدى اي واحد ان تكون هناك موت او ولاده امام باب ديال شي كلينيك. ملي كتجي الوضعيه الحرجه راه المصحه تاخذ بيد المرضى، يعني هذا بلا ما يتسائلوا في ديك اللحظه على طريقه التاديه ولا طريقه التحمل ديال هذا العلاج. الا انه في الحالات اللي هي خارجه على نطاق الاستعجال، من حق المصحات كيف جميع المصحات في العالم انها تستخلص الواجبات ديال العلاج ديالها، لان دخلها في واحد المناهج اللي موضوعه دي بروسيدور ديال ريكوفرمون، يعني ديال استخلاص المصاريف ديال العلاج. ولكن في الحالات المستعجله حنا كنتحداو اي واحد يمشي لشي مصحه وما تخدش بيدو الا كان في نطاق مستعجلات. ديك الساعه ما كنهضروش على التاديه، الا انه في نطاق حالات اللي ماشي مستعجله طبيعه الحال راه كيكون تحمل واحد لاسورونس اللي كنتسناو الجواب ديالها، لان كاين اجراءات اللي خصها تطبق حتى نعرفوا بان هذاك السيد واش ديك الضمان الاجتماعي اللي عنده غادي يقبل بانه ياخذ في المصاريف ديال العلاج ديالو. اللي كاين راه المواقع الاجتماعيه راه ما كترحم حتى شي واحد. الحالات اللي كتجي عندنا ما كاينش وفاه وما كاينش ولاده، ما كايناش على الصعيد الوطني. انا الرئيس ديال الجمعيه الوطنيه ديال المساحات الخاصه، ما كاينش حاله اللي كتجي في مستعجلات وغادي نخليوها، لان ايموراجي ولا حاله ضيق التنفس وهذا راه كتاخذ بيد المريض، وهذا ما كيطلبش واحد المصاريف اللي هي باهظه باش انت توصل لواحد عدم الانسانيه اللي تقول للمريض ما قادرش يتنفس ولا عنده ايموراجي، لا سيدي خلص عاد دخل. فلهذا في نطاق المستعجلات انا كنتحدى لا اللي بغى لا وزاره الصحه لا المواطنين لا اي واحد تكون حاله ديال الموت في باب شي كلينيك او ولاده في نطاق اللي خارج على المستعجلات. من حق المصحات انها تستخلص المصاريف ديال العلاجات اللي كيديروا عند الناس، هذا اللي كاين. دونك هنايا ما خصناش نبقاو نهضروا بزاف، والدليل ان في المغرب حاليا 90% ديال المرضى المؤمنين راه كيجيو عندنا حنا، كيداووا عندنا حنا. 60% ديال المغاربه بصفه عامه مؤمنين وغير مؤمنين راه كيجيو عندنا حنا. 70% ديال التقنيات الجديده راه عندنا حنا. 35% ديال عرض الصحه في المغرب راه عندنا حنا. هذا الدور اللي كيلعبوا القطاع الخاص راه دور كبير، وما خصوش يتهرس، خصو يتشجع. هذاك السؤال اللي كنوضع انا للراي العام، كون ما كانوش المصحات فين غيداو المغاربه؟ علما بان الولوج للعلاج في المستشفيات تيخلق واحد المشاكل اللي هي كبيره حاليا. كاينش الوزير اللي جا عندنا وما اقترحناش عليه شراكه. اليوم جميع المنظومات الصحيه اللي ناجحه في العالم كتكون شراكه وطيده ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، صحه واحده. ما كاينش فرق ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. المريض كيمشي فين كاين النجاعه، فين كاين لا بيرفورمانس. وكنجيو لواحد المدينه كنقولوا فين كاين لا بيرفورمانس في هذا الميدان، فين ما مرض يمشي، لان كتكون واحد التنسيق ما بين القطاعين باش ياخذوا المريض في البلاصه اللي عنده احسن الحظوظ باش يتعالج. نقدر نقول لك بان الطب والتقنيات الجديده كتقدر تعالج حتى 60% ديال حالات السرطان. الا انه علاج السرطان من خلال الاليات ومن خلال الادويه اللي توجب الوجود ديالها باش نعالجوه، هاد الاثمنه ديالهم باهظه، والولوج للعلاج كيطلب واحد الوسائل الماديه اللي كبيره. هل يعقل ان بلد في المغرب اللي هو طالع النمو غادي في النمو تيقول بان بغينا نعطيو واحد المنظومه الصحيه في المستوى، واللي يلاه 35 40% ديال المرضى اللي عندهم تغطيه صحيه؟ لا يعقل اننا نكونوا نعالج مجموع المرضى، يعني عدد كبير من المرضى ما كيستطيعوش انهم يولجوا للعلاجات القطاع الخاص ولا القطاع العام، وكت الحاله ديالهم تتولي في واحد الحاله متقدمه وما كيكونش المعالجه ديالهم. فلهذا اللي كيقتل راه ماشي هو المرض، هو عدم توفير المرضى وسائل العلاج وتغطيه صحيه اللي تكون شامله. يعني المغربي دستوريا خص تكون عنده تغطيه صحيه، خصو يتعالج كامل. للاسف حنا فاهمين الناس، الجمعيه ديالنا كتواصل معكم دائما، كنعطيكم شنو هما المشاكل. اليوم لا يعقل اننا نتكلفوا بجميع المغاربه
بواحد النسبة ديال التغطية الصحية ديال 35-40% المغاربة، بواحد تعريفة مرجعية ديال الأثمنة اللي هي من 2006 ما تحركاتش، اللي ضعيفة من ناحية الكم ولا من ناحية الكيف. هادو كلهم مشاكل واضعينها ما بين يد الحكومة، ولكن مع كامل الأسف الأجوبة على هذه الأسئلة مازال ما كايناش. ومشي عندنا تلقاوها في الناس المسؤولين.